بعد فسخ عقده بالتراضي مع إدارة نادي موناكو الفرنسي. الدولي الجزائري كارل مجاني وصل عشية الاثنين إلى العاصمة التركية إسطنبول لترسيم التحاقه بنادي طرابزونسبور التركي بطلب من الناخب الوطني السابق وحيد حليلوزيج الذي أصر على الظفر بخدمته. مجاني تلقى عرضين مغريين من ناديين تركيين آخرين، ويتعلق الأمر بكل من قاسم باشا وبورساسبور، لكنه فضل طرابزون نظرا لتواجد زميله في المنتخب سعيد بالكلام الذي وقع مؤخرا في النادي السابق ذكره، بالإضافة إلى حليلوزيج. ومن المنتظر أن يوقع مدافع الخضر على عقده الجديد رسميا الثلاثاء بعد اجتياز الفحص الطبي، وهو الذي اتفق على كل شيء مع المسيرين التركيين فيما يخص مدة العقد وقيمة الراتب الشهري.